دكتور اسلام، مش فكره بس التصنيع وتوطين صناعه الدواء في مصر، لا فكره اللي انت ايضا اتجهت لصناعات اخرى فيما يخص يعني ملف الصحه تحديدا لم تكن موجوده في مصر من قبل، زي مشتقات البلازما. ايه مشتقات البلازما برضه عشان نبسط المعلومه للساده المشاهدين، والعائد بتاعها لان اغلبها هيكون تصدير، العائد بتاعها على مصر هيكون عامل ازاي؟ مشتقات البلازما طبعا هي جزء من اجزاء الدم الموجوده في جسمنا، فهو بيتم فصله عن الدم. البلازما بتدخل في صناعات كثيره جدا احنا بنحتاجها لامراض الدم، مثلا زي الثلاسيميا اللي هي انيميا البحر الابيض المتوسط، زي الهيموفيليا اللي هو تخثر الدم، للسيكل سيل انيميا، الانيميا المنجليه، للالبيومين، تصنيع الالبيومين. احنا كان كل اعتمادنا في الامراض دي على الاستيراد، واعتقد كمان اسعارها مرتفعه. اسعارها مرتفعه جدا، يعني لما بيكون في بيت فيه للاسف حاله، خلاص البيت كله بيشل اقتصاديا الا لو عرف ان هو يعني عنده تغطيه تامينيه والادويه نفسها تبقى موجوده. فبالتالي برضو كانت مربوطه ارتباط وثيق بالدولار. بالعمله الصعبه. ان احنا يبقى عندنا مصنع، دي برضو خلينا نقول فيها جزء مهم في الشراكه ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. زي ما سياده الرئيس امبارح حكى حكايه البلازما، جريفورز هي اكبر شركه في العالم للمشتقات الدم، والاتفاق بتاعها قعد فتره رايح جاي لغايه ما يتم اتفاق جيد، يبقى في وين وين ما بين الدوله المصريه وما بين الشركه، ان احنا مش بس يعني نستخدمهم في ان هم يصنعوا البلازما، ان هم ينقلوا كمان التكنولوجيا عشان تبقى عندنا. صحيح. وده المهم في اي اتفاق، ان انت تبقى يعني عندك النو هاو، مش فقط بتشتري الفينيش برودكت او بتشتري حد يعملها لك وانت تعرف تعمل ازاي. صحيح. فان شاء الله هو المصنع باذن الله يخلص في خلال سنتين من دلوقتي في 26، وساعتها هيبقى على الاقل عندنا يعني لو اول سنه مش هيبقى فيه تصدير، بس هيبقى عندنا اكتفاء ذاتي للامراض اللي محتاجين فيها لمشتقات البلازما، بعد كده الكميه ينفع فيها تصدير. طبعا هو الموضوع فيه شقين، في شق ان التكنولوجيا نفسها تكون موجوده، فيها الشق الثاني التوعيه عند الناس اهميه التبرع. تتكلم في النقطه دي تحديدا لان ده بيجدد الصحه، وفي نفس الوقت اعتقد هيكون في عائد على المواطن من فكره التبرع. اه طبعا، يعني هو في ثلاث حاجات. يعني اول حاجه لو قلنا ان الانسان نفسه صحته تبقى احسن لما بيتبرع، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه هي المسؤوليه المجتمعيه. في مسؤوليه مجتمعيه ان انا يعني عندي مرضى، وانا في يوم من الايام ممكن لا قدر الله احتاج. صحيح. ممكن حد في عيلتي يحتاج، فالسوليداريتي او التضامن هو اللي بيقوم عليه الصحه عموما في اي حته في العالم. احنا عندنا المساواه والتضامن، دول الفاليوز بتوع الصحه في مصر. الحاجه الثالثه هو العائد المادي، كان هو لازم يبقى فيه انسنتيف او حافز لاي شخص بيعمل اي شيء في الصحه، اي دونيشن او اي تبرع باي حاجه. صحيح. فده الحاجه الثالثه. هم ثلاث حاجات انا رايي ان احنا لو ركزنا فعلا، وده دور حضراتكم ودور قطاعات كتيره واحنا في الصحه وكل القطاعات الثانيه، ان احنا نوعي الناس باهميه الصحه العامه، ان ازاي الموضوع ده طبعاً بيحسن في الصحه. صحيح. وفكره التضامن في الصحه محتاجه نتكلم عليها، ان هي مش متغطيه كتير في يعني سواء في الوسائط العموم المرئيه او المسموعه. فكره انا ليه بكون بدفع ضرائب كتير مع ان غيري اللي بيستفيد بالصحه ما بيدفعش ضرائب وبيستفيد اكبر قدر من المنظومه الصحيه. طيب. لان في الاخر ده اللي هيحصل لي بعد سن المعاش مثلا. لا، ودي نعمه ربنا انعم عليا بيها، فكره الصحه، ان انا صحتي دلوقتي كويسه، الحمد لله نحمد ربنا ونشكره، لكن مش بالضروره اللي هو اشمعنى فلان، لان ممكن الدور يجي عليا ايضا زي فلان. كده.